هنتعلم النهاردة مع بعض طريقة الكتابة على الجبس بالتفصيل، بس مهم جدا تكملوا الفيديو لآخر حتة فيه، لأن آخر حتة مهمة جدا وهتعرفوا فيها حاجة مهمة جدا الشاطر يعرفها خلال الفيديو. فنصيحة مني كملوا الفيديو للآخر لو عايزين تتعلموا ازاي الكتابة على الجبس. معكم تسبيح ويلا بينا نبدأ الفيديو. ايه الحاجات اللي احنا هنحتاجها؟ اول حاجة طبعا قالب السيليكون ده، تقدروا تشتغلوا على غطيان بلاستيك، كان زيت، حاجات كتير جدا هتلاقوها في الفيديوهات اللي فاتت من سلسلة الجبس، مليان يا جماعة فيديوهات قد كده ان ازاي نقدر نشتغل من غير قالب. المرة دي احنا هنشتغل بقالب، ومعايا طبعا حبة جبس وحبة مية وكوباية فاضية اخلطيها معايا بقى الوان. دي اسمها مركزات البوية، بجيبها منين؟ من محلات الدهانات والبوية. خلاص بتبقى زي صغيره كده ورخيصه، وهي مركزات الالوان دي. خلاص كده معايا كمان لون اكريليك بس انا مش هستخدمه، انا في الاخر هستخدم الاصفر والازرق والاسود. خلاص تمام، تعالوا بقى نبدا نشوف احنا محتاجين ايه. كمان عايزين الغطا، حاجه زي الغطا الاخضر اللي انتوا شفتوه ده، عشان نقدر نهز بيه القالب ونطلع منه فقاقيع الهواء. هنبدا نخلط، لازم يبقى معاكم معيار، هل لازم نفس الشكل ده؟ لا، ده انتم معيار، ممكن يكون كوبايه، ممكن يكون غطا، ممكن يكون علبه، اي حاجه. المهم اللي تعايروا بيه الجبس، تعايروا بيه الاسمنت. انا هنا يا جماعه عايزه اعمل خلطه صغيره جدا جدا، عشان انا بس هخلط لون اللي انا هستخدمه في الكتابه، علشان كده انا بخلط كميه صغيره. طب هي النسب بتاعتنا ايه؟ النسب بتاعتنا 2:1، 2 جبس لواحد ميه. عايزين الخليط يبقى خفيف شويه، يبقى 2 جبس لواحد ونص ميه. اعملوها بقى بالنسب الصغيره زي ما انتوا عاوزين. وانا هنا حطيت الميه، وطبعا بنحط الميه الاول وبعد كده بنبدا نرش عليها الجبس، وبعد ما بنرش الجبس بنبدا نحط اللون بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده. خلاص انا كان عندي بقى مشكلة يا جماعة وانا بشتغل الالوان دي، ان الالوان انا ما كنتش رجاها كويس، وعشان كده درجات الالوان بتاعتي كانت فاتحة، وانا كنت مستغربة قوي هي ليه فاتحة. هتعرفوا كل دوت في الخطوات الجاية. بصوا الصراحة الفيديو دوت ده اقل حاجة انا اقول عليه نحس، يعني هو نحسي جدا 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 جدا، وكمان وقت صعب قوي. الواحد عارفين العيد، واحد مشغول قوي في العيد، وانا في نفس الوقت عايزة اطلع لكم فيديو. والصراحة انا عدت الفيديو ده كذا مرة، القطعة كذا مرة، عشان بجد طلع فيها مشاكل كتير وطلع فيها غلطات، يمكن سرعة، عدم تركيز، ضيق وقت، نحس، ما اعرفش. المهم ان انا عملت الخليط بتاعي وبدأت ان انا اكتب بيه كده زي ما انتوا شايفين، يعني ما تعملهوش ولا خفيف ولا تقيل قوي. الخفيف هيسيح مننا ومش هيبقى عامل الخط ثابت وكده، وبرده تقيل قوي هيكلكع منكم وينشف بسرعه قوي. فعايزين خليط وسط زي ما قلت لكم كده، ان هو 2:1. تمام، كويس جدا. خلاص انا فضلت امشي على الكتابه، طبعا انا كنت بحاول الاقي افنن ان سعيد تطلع بشكل كده، بس يعني هي في الاخر مش هتعجبني وهشيلها. بس بصوا انتوا هتشوفوا كميه النحس او الحاجات اللي حصلت، المشاكل اللي حصلت في القطعه دي، عشان بس اوصل لكم فكره ازاي نكتب على الجبس. وكل ما اقول لا خلاص انا الفيديو يعني واضح ان هو مش مكتوب له ان هو يطلع، واقول خلاص انا مش هصور الفيديو دوت انا هشيله، لا ارجع اقول لا طب ما انا اعمله علشان الناس ما تقعش في غلطاتي. بس بجد عدته كتير جدا، هتشوفوا الغلطات بس كملوا بجد للاخر عشان تعرفوا الفرق. تعرفوا انا يعني الشاطر بجد اللي هيلاحظ انا عيدته كم مره وايه اللي حصل بالظبط. طبعا زي ما انتم شايفين دلوقتي ان الالوان تركوازات، انما الشكل اللي انتم شفتوه في الاول لون تاني خالص. فعشان كده بجد كملوا معايا الفيديو ما تنطوش، وكمان كملوه للاخر علشان تستفيدوا من كل غلطه انا وقعت فيها. زي ما انتم شايفين انا جبت عصايه عندي خشب وبدات اكتب بيها الكلام اللي انا عاوزاه. عايزين تكتبوا بخله، تمام، عايزين تكتبوا بعصايه، دي عصايه شيش طاووق، عايزين تكتبوا بقلم رصاص، قلم رصاص تستخدموه يعني باللون، عايزين تستخدموا مثلا فرشة. ففي اكتر من طريقة تقدروا تكتبوا بيها علشان تطلعوا الكتابة حلو. خلاص انا فكرت هنا ان انا احط ورد، فكنت بعمل زي 4 نقط كده، وبعد كده على اساس ان انا احط كمان بينهم نقطة لون تاني فادي شكل الوردة.
خلاص. بعد طبعا ما هنكتب كده، وملحوظه كمان طبعا، قالب السيليكون ولا بنحط له فازلين ولا بندهنه اي حاجه خالص، وطبعا لازم نكون غاسلينه من الشغل اللي قبل دوت، بنغسله بميه وصابون وننشفه وخلاص كده نبدا نشتغل عليه. خلاص طيب، انا هسيبها بقى انها تنشف في الوضعيه دي، وقررت ان انا ايه اوقع حبه لون في الاطراف او يعني يدي شكل. طبعا كل الكلام ده يا جماعه هيتشيل وهيتغير بس انا قررت ان انا اوريكم كل حاجه انا عملتها ووقعت فيها بالظبط. خدوا بالكم بقى من تاني غلطه عايزه انبهكم عليها، ان ما ينفعش يا جماعه نمسح الحاجه كده بايدينا او حتى بمنديل ونسيبها. كل الحاجات اي حاجة انتوا هتمسحوها او هتبان هتبقى باينة معانا في الشغل في الاخر، ودوت هتشوفوه في النتائج اللي هتظهر معانا خلال الفيديو. خلاص مهم جدا لما تمسحوا حاجة، بعد ما تمسحوها امسحوها بمنديل بوايبس بحاجة مبلولة، بحيث ان انتوا تشيلوا اي اثار للون او لبصمات ايديكم. انا كنت بحاول اطخن الخطوط على قد ما اقدر واظبطها جدا، وبعد كده عايزين بقى ايه نسيبها عشان تنشف. بعد ما هنسيبها علشان تنشف هتلاقوا بقى لونها افتح شويه، فده طبيعي جدا لان الريزن او سوري لان الجبس بيتسحب منه الميه فبيفتح معانا شويه. كنت بنضف الاطراف عشان ما يبقاش فيه اي من اي حاجه من اللون التركواز داخله على القالب. وهنا بقى بعد ما نشف شايفين بقى شكله ايه؟ لو انتوا بقى قادرين تلاحظوا ملاحظتكم كويس، فحرف الدال اخره كان واقع بس انا ما خدتش بالي. لما تيجوا يا جماعه تعملوا الموضوع دوت وتكتبوا الكتابه دي، تاخدوا بالكم من حاجه، ان ما تحركوش القالب خالص نهائي، ما حدش حرك القالب. اوكي، وانا هنا عملت خليط مره تانية وعدتها للمره تانية. اوكي، عملت كلمه عيد سعيد تاني وكل التفاصيل دي وسبتها تنشف، وبدات عشان اجهز الخليط الاصفر اللي انا هعمله، لان فكره ان جزئيه من الاسم او من الكلمه اللي انتوا كاتبينها تقع ما ينفعش خالص نعمل لها بديل، لان مش هنعرف نجيب نفس الدرجه، لازم نشيل كل الشغل ونبدا من اول وجديد. وعشان كده بقول لكم ما تحركوش القالب خالص يا جماعه نهائي، وكمان ما تنفخوش عليه، وده اللي هتشوفوه هيحصل المره دي. انا هنا حطيت كوبايتين من الميه وقدامهم 4 كوبايات من الجبس، وقلبت الخليط بتاعي كويس، وهبدا احط اللون الاصفر بتاعي. وهنا كان اللون فاتح زي ما انتوا شايفين، لان انا ما كنتش رجه الازازه وما كنتش لسه اكتشفت فكره ان انا مش رجاهم حلو، علشان كده اللون بتاعهم مش مدي معايا كويس. هتشوفوا قدام شويه انا هرجها. خلاص هنا انا مسكت الازازة ورقيت. اوعوا يا جماعة تقعدوا تشتغلوا لازقين في الشغل بالمنظر ده، لان وانا بشتغل وكده بيتحدف فتافيت على القالب وفي اتربة، يعني في حاجات، فانا بمنتهى الذكاء رحت نفخهم. انا نفخت بس الفتافيت والحاجات دي. عايزة اقول لكم ان العين راحت، وحتة من الدال راحت، واجزاء من الورد راحت، وطبعا دي كانت غلطة كبيرة جدا. المهم ان انا عيدت عيد سعيد تاني وعملتها بلون حتى اغمق شوية لو انتم ملاحظين، ورحت عاملة حبة ابيض تقيل بعد ما لما الازرق نشف، وعملته عشان قلب الوردة. وبعد كده بدأت اعمل الخليط مرة تانية، 2 مية عليهم 4 جبس عليهم الاصفر، وبدأت ان انا اقلب عليهم نقطة احمر كده، لان ما كنتش عاوزة اصفر اصفر يعني. خلاص، وبصوا شوفوا طولة البال بجد ان انا عيتها دي. وبعد ما حتى كل مرة افقد الامل اقول لا خلاص انا مش هعمل الفيديو دوت، معلش مفيش مشكلة يعني، وبعدين اقول لا لا انا لازم ارجع اكمل الفيديو، اروح جايبة القطع تاني واكمل وابدأ من اول جديد. فيعني بجد كان في نحس فظيع في الموضوع دوت. المهم ان انا خلصت، وبعد ما رجيت القالب بتاعي هبدأ اسيبه علشان ينشف خالص والفقاقيه تكون نشفت وهو كمان نشف. وهنا كانت الصعقة الصدمة يعني بصوا كل حاجة، الكتابة طلعت بالشقلوب. يعني انا عدت القالب بتاع 3 4 مرات عشان اعمل الكتابة، وفي الاخر انا بكتب بالشقلوب. مهم جدا يا جماعة تعرفوا ان المفروض ان احنا نكتب في القالب بالشقلوب عشان لما نطلعه ونعدله يبقى بالعدل. طبعا محدش قال لي ومحدش شاور لي، المهم ان الواحد ما بيتعلمش ببلاش يعني.
بس بجد انا طلع عيني في الموضوع دوت يعني علشان اعمله. فزي ما انتوا شايفين عايزين بقى نكتب على الورقة دي. بس انا بعد ما بدأت ان انا هنقل الكلمة بشالوب، قلت طب انا ليه اعمل كده، جبت قلم فلوباستر اسود تقيل وكتبت الكلمة بمنتهى السهولة. هنقلب الورقة هتبقى الناحية التانية معمولة بالشالوب عشان بتبقى شافة يعني، وهرجع اكتب عليها تاني، وهجيب بقى القالب بتاعي واحطه فوق الورقة واشف الكتابة اللي بالشقلب. عايزين بقى تكتبوا عيد سعيد، عايزين تكتبوا كلام، عايزين تكتبوا اسم، عايزين تكتبوا اي حاجة، تقدروا تعملوها بالطريقة دي. غيرت بقى، انا قلت خلاص بقى الديزاين ده نحس والقالب ده منحوس وانا بفكر ارميه اساسا. المهم ان انا عملت بقى عملت جبس اسود وعملت كلمة عيد سعيد والعينين والبق دول، ولما نشف رحت جايبة حبة بقى جبس اصفر وقلت اعمل الهابي فيس نفسه او الوش نفسه خلاص، وقلت اسيبه بقى علشان ينشف. وبعد كده هبدأ اصب عليه الخليط التركواز، هعمله خليط تركواز واصبه عليه علشان نشوف النتيجة بتاعته ايه. واهو ادي القالب بنطلعه، واخيرا الحمد لله الحمد لله الكتابة طلعت عدلة. اي نعم القطعة مش واو ويعني مش فظيعة، بس الفكرة نفسها يا رب تكون وصلت بعد النحس الفظيع اللي انا فيه ده. وطبعا القالب يا جماعة عادي تغسلوه بمية وصابون، كل اثار الالوان هتروح منه. وطبعا طبيعي ان انتوا بقى هتظبطوا القالب بتاعكم، هتعزلوه بثلاث طبقات من الورنيش المات او اللي بيلمع وتقدروا بعد كده انا كنت تستخدموه. مصممة انقل لكم الفيديو دوت علشان بجد الفكرة تعجبكم، تقدروا تعملوا منها انتوا شغل بجد احلى بكتير. يا رب يكون الفيديو عجبكم والفكرة عجبتكم، بعيد عن ان القطعة دي اساسا طلعت وحشة، بس يا رب تكون المعلومة وصلت لكم. استنوا مني فيديوهات جديدة، تنسوش اللايك والكومنت، وشكرا ان انتوا مكملين الفيديو لغاية دلوقتي. استنوني فيديو جديد، سلام عليكم.